الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تكلمنا على اسم الله اللطيف في عدد من الفيديوهات، وسأتكلم عليه في المستقبل إن شاء الله كثيرا. اسم الله اللطيف فيه أسرار. تكلمنا أن من يستغفر الله باسم الله اللطيف يجلب له الرزق. وهنا سنتكلم على لا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف، اختصاص تيسير الأمور وزيادة الجمال وتنقية الجسد وتنقية العقل وتيسير الأمور والحب والعطف. أصبح الناس يعطفون عليك، والمحبة بين الزوجين والحب في العمل والمحبة في العمل والمحبة في الشارع وتيسير الأمور وجلب الرزق. وخصوصا ستلمس تيسير الأمور إن شاء الله، ويكون عندك قبول بين الناس. من يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف يكون عنده كثرة القبول مع الناس وتيسير أموره، أموره تتيسر إن شاء الله. من يكثر من اسم الله اللطيف بلا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف، يعني اربطها مع لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف، كم أقولها؟ أقل عدد هو 100 في الصباح و100 في الليل يوميا ترى نتائجها، ولكن إذا اكثرت من اليوم كله وأنت تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف سترى نتائج أكثر من الشخص الذي سيذكرها 100 في الصباح 100 في الليل. هذا شيء طبيعي، من يكثر سيرى نتائج أكثر وبسرعة. وهناك أسرار فيها عدة، اكتشاف الأسرار، جلب الرزق، تيسير الأمور، استرجاع الغائب، في عديد من الأسرار اسم الله اللطيف. وكذلك من اختصاصه الذي لا يعرفه كثير من الناس هو أنه يزيد الجمال في الوجه. يعني المرأة التي تريد أن تتزوج، أو شخص، أو المرأة التي عليها سحر على الوجه، فلتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف يوميا، سترى نتائج في وجهها، سترى النور أصبح في وجهها، سيقول لها الناس أن وجهك فيه نور. هذا من سر اسم الله اللطيف الذي لا يعرفه كثير من الناس. إذا اكثرت منه بلا حول ولا قوة إلا بالله اللطيف سترى هذه الأشياء. وإذا كان عندك جمال في الوجه، يعني بإذن الله التي تريد أن تتزوج ستتزوج بسرعة. أول شيء ينظره إليه الشخص للمرأة لوجهها، يعني سيصبح عندك قبول وجاذبية، يعني تتزوجين بسرعة. من أراد أن تتزوج إن شاء الله بسرعة. وكذلك للعمل والسفر وتيسير الأمور، يكون لك قبول بين الناس، للرجال والنساء، تكثرون منه أو تقولوا 100 في الصباح و100 في الليل، ستروا هذه النتائج التي قلت. هذا كل شيء، أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله